وكان البث متأخر على عادي متأخر شوية. نمت الساعة 8 قلت حريح بس ساعة كذا وهذا، وما صحيت الساعة 1. عدمت أم الدباب فشي طبيعي يعني. أبو ساعة هذه ما تصير مع أحد؟ لا والله أنا العادة زي كذا. بس اليوم رجعت من الدوام وانكرفت، ما خلصت لين الساعة 8. حطيت جوالي على الساعة 10 أقوم، قمت طلعت في الجوال كذا قلت يا أبويا بس شوية كمان، ما أصحى إلا الساعة 1. فعدمت أم الدباب أنا متأكد، خربت نومي الأسبوع الجاي هذا كله، لأنه دائما لما تصير معي زي كذا الأسبوع كله يضرب. طبعا مستحيل أرجع أنام تاني، إحنا شياب ما تقدر ترجع تنام تاني، مو زيكم أنتم المبزرة. أخ طالع أبغى أنام ما في شيء يسوي، أرجع أنام تنخمد ما شاء الله. أسبوع كمان زيادة ما عندك مشكلة، أنا ما أقدر خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. ولا تعلم كيف الكيو حقتها تشتغل. اوكي كان المفروض اضربه تو كمان. يلا شوف مره غلط اللي سويته بس عدت على خير. اول بلانيت على قول مدمر يا عيال. ايش بيسوي ده؟ طيب واو وات باي باي يا شيخ. الجيم اللي فات جاني واحد حسدني على اني دائما افيد في النورمال، الله يطير العافيه يعني قلب لي اياها. الحسد يشتغل يعني حسد على الفشل وحسد على الابداع. I believe I can fly. يا واد زعلان. اوكي يا واد ضيع كل حاجه. اوكي هذا مو عارف انه يقدر يضغطها عادي تصير في احسن. اوكي ما اعرف. Thank you. Thank you. Thank you. شفت الفلاش يا عيال؟ فلاش عظيم. كنت بسوي فلاش وراء اوتو سويت فلاش في اليمين. هذه التناحة عشان كذا ما تلعب رانكت يا عيال. شوف شوف الماوس حطها هنا زي الأبلة، وبعدين بدل ما اسوي سويت اوكي ما حد شاف ما حد شاف. كيف ترضى بالفلوس مقابل انك تنسب؟ عادي يا حبيبي، ايش المشكله؟ الغباء على الناس اللي بتسب وبتدفع، مش على الادم اللي بنسب وبندفع له. شيء ثاني، انترتينمنت في الستريم زي الكوميديين اللي تفرج عليهم اللي يسووا مسلسل كوميدي هو بس ينضرب، نفس الفكره. انت ما انت 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 عندك يعني انت مفرق في فرق لازم تلاحظوه يا شباب، الا وهو لما الشخص جالس بيسوي بث هو دحين مش الشخص نفسه. يعني اوكي انا معاك انه هو نفس الشخص الادمي يعني هو اللي بيسوي بث، بس متقمص بيرسونا حقت انترتينر ممثل. في ناس يبغى يمثل فمعايش معايش دور، الدور هذا انه والله هو الادمي. ليش اوكي ما ابغى يا سكلت مان جسكلت. يعني انت مو على طبيعتك انا الا
في ناس يبغى يمثل وفي ناس يبغى يكون على طبيعته، كل واحد باختياره. وانا برضو في حاجات اسويها ما يعني خارجه، مو خارجه عن طبيعتي بس خارجه عن المألوف. يعني وانا جالس قدامك كذا مبتسم طول الوقت اضحك وطبعا زي كذا واصوت وصوتي عالي ونسوي دراما انا كذا طول الوقت، لا طبعا هي جزء من طبيعتي فعلا، بس عشان الستريم ينجح لا في حاجات لازم تسويها ايش مكان. في ناس متقمص شخصيه كامله عادي ما فيها شيء، ايش المشكله؟ اوكي انا قادر اقرب ترى. يس دورني انا اقول عليك 200 years يا عيال. That's why this champion مريض. أحبني لا حبك برص أحبني أنا بس يا ولد. ريبورت طاير ألف حقاسوة يا عيال. الجيم اللي فات أكل على طول. لا هذا يبغى يموت. I actually will die or not. Oh, hello, والله. Hello, والله. Hello, والله. Hello, والله. Hello. Up. رحت لها بنفسي. Die. ما مات. أوفا. يعني 60 غلط. رحت على الدبليو حقه بنفسي زي الأبلة. شوفوا يعني. رحت على الدبليو حقه. رح. يا الله. أنا جالس ألفلف. رحت على الدبليو حقه. وبعدين. سويت الكومبو، سويت الاي، جاء الكيو، سويت الكيو وضيعت الاي يا ولدي. تأكد تأكد الاخ مسكين ماني فاهم ايش بيسوي. ما ماني فاهم. من هذا البطل المغوار حقنا اللي جالس يلعب جنجل بوش في أي واحد بعدين يموت بعدين يقول fuck this normal. اشيروله ايه يبي ها 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 اطلع فوق. ايوه اطلع فوق. اول ما حينزل حياكل كيو على وجهه. كيو دبليو حقتين 1 سكند. اوكي باي باي. عنده الكيو. اوكي قتله. اوكي جاهل اللعب في رينكتون سيمي. يس اوبا. اوكي ما ابغى سؤال اكزوست البطل. كان ممكن افقع. ما ادري انه فيك زوست. هذه غلطتي انا طبعا. والفليد ريكتن بيتر بلاي ماريو يقول لك. البرونز ادم اللي جالس يتعلم على الجيم يقول لي بيتر بلاي ماريو. ضيعت الفلاش حقي.